أحلى كيس ما إسرى نتحدث عن أم النور، عن السيدة مريم. سيدة ليست ككل النساء، يعني السيدة الوحيدة، المرأة الوحيدة التي لها سورة باسمها في القرآن، عابرة للأديان. نختلف كما نختلف في أمور كثيرة، لكن نتفق على مريم. سيدة اتفقت عليها كل الأديان، كل الثقافات في تراثنا المصري. مريم، البنات اللي بيتسموا مريم يمكن أكتر من البنات اللي بيتسموا أي حاجة تانية، سواء في الإسلام أو في المسيحية، هي مصرية الهوى، جزء من تراثنا، جزء من ديننا، جزء من قناعتنا، سواء في الإسلام أو المسيحية. وعن مريم العذراء هذه الجلسة، اللي أنا سعيدة جدا أن أنا أكون وسط أساتذة كبار، مولانا دكتور محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويعني أحد أهم المفكرين الحقيقة المتنورين في الإسلام، والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد الجمال، وبعيد دايما على أستاذنا أستاذ كمال زاخر الكاتب والمفكر اللي دايما بنجيبه يوم العيد، يعني بنخليه يسيب القداس والأعياد ويجي يحتفل معنا، بس احنا ما بنعيدش غير لما نشوفك يا أستاذ. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مريم العذراء، وأبدأ بيك دكتور عاشور، كيف هي عابرة لكل الأديان؟ يعني كيف هي في الإسلام كما هي في المسيحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على كل أنبياء الله ورسوله. أنا بهني أولا إخواتي المسيحيين اليوم في عيدهم العظيم الجميل الجليل، وبتمنى دائما أن أعيادنا دائما تكون موحدة وقريبة، ويبقى دائما الإخوة المسيحيين مع أخواتهم المسلمين يلتقوا في الأعياد، يحيي بعضهم بعضا ويعيدوا بعضهم على بعض ويهنئوا بعضهم بعضا، لأننا بعضنا من بعض. نعم. ستنا مريم كما تفضلت الآن لها سورة في القرآن الكريم، سورة مريم، المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن. نعم، إنما في تعبيرات لستنا مريم في آيات القرآن الكريم وفي سور القرآن الكريم غير سورة مريم. لما ربنا بيقول إيه؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم، الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ده تعريف رباني لستنا مريم، تعريف إلهي. هذا التعريف الإلهي فوق كل التعريفات. لما ربنا يقول لها إيه؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، معنى هذا إنها نوع نادر من النساء، ما فيش زيها، ما فيش منها، ما فيش حد في هذه الصفات مرة أخرى. وبعدين هي نفسها الملائكة قالت ملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمهم الملائكة اللي بتقول اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلموا الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ثم هي تقول ايه؟ كيف ولم يمسسني بشر؟ ايه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فدي قضية ستنا مريم، هذه قضية من القضايا التي ينبغي ان نعيها جميعا، مسلمين ومسيحيين وغير ذلك من الأديان والملل، لأن ستنا مريم لها درجة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، ومكانها عند الله سبحانه وتعالى لا يعدله ولا يفوق مكان على الإطلاق. لأن كون الملائكة بتقول هذا لستنا مريم معناها أنها في درجة عالية وفي منزلة سامية وفي مكان لم يصل إليه أحد. هذا ما قاله القرآن الكريم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما نيجي لسورة سيدتنا مريم بيقول فيها ايه؟ واذكر في كتاب مريم
إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، روحنا سيدنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ربنا سبحانه وتعالى تولى ستنا مريم، لأنه أم ستنا مريم كانت بتتمنى أن يكون لها ولد وتهبوا لله سبحانه وتعالى، ودي في القرآن الكريم مريم بنت عمران. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني حتى أمها كمان كانت محصنة، محصنة محجباها زي ما بنقول، دخل عليها المحراب، دخل عليها عندها رزقا 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 يعني فكانت الصيف في الشتاء وفكانت الشتاء في الصيف، فيقول لها أشياء غريبة من أين لك هذا؟ لك هذا؟ قالت هو من عند الله، من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فمريم بالنسبة لنا حتى بالنسبة لنا لها مكانة يعني، وبنتشفع لها إذا كان يعني القرآن الكريم قال هذا، ونحن كلنا نؤمن بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو منهجنا ودستورنا الذي جاء من عند الله، يبقى لابد أن نؤمن بمريم عليها السلام، لأن ما ورد فيها يجعلنا دائما نؤمن بها ونؤكد أن لها منزلة سامية وعالية ورفيعة لم تصل لها امرأة في الدنيا. طب قبل ما نواصل هذا الحوار الحياة الممتع، خلونا نشوف هذا التقرير عن مريم في الإسلام. ربما تكون الآية الكريمة ليست الوحيدة التي تكرم السيدة العذراء، لكنها هي الأكثر صراحة لتخبر العالمين عن مكانتها عند الله. بداية من حوار السيدة أم ستنا مريم عليها السلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى، حينما كانت تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى فيما كنت أتمناه من خدمة في البيت. فأخبرها الله سبحانه وتعالى أنه هذا الذكر الذي كنت تتمنين أن يخدم في البيت خدمة معينة ستكون هذه الأنثى أفضل وأعلى وأعظم شأنا وأعلى منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما من مولود، من حديث أبي هريرة، ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، يبدأ يبكي، ينزل هو بيبكي من نخسة الشيطان. لكن إلا مين بقى؟ إلا ابن مريم وأمه، سيدنا عيسى ومين؟ سيدة مريم عليه السلام. قال سيدنا أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، من الشيطان الرجيم. إثبات الأمومة والبتولية معا يعد أمرا بشريا مستحيلا، لذا كانت المعجزات التي بدأت برد عيسى المسيح وهو رضيع على قوم أمه حينما سألوها من أين لك بهذا الولد، ليأتي الإسلام بعدها مؤكدا على الولادة العذرية وعلى طهارة الصديقة مريم. لما نزل الوحي عليها فتمثل لها حتى يعني في صورة رجل كامل وبشرها بغلام، وفزعت مريم عليها السلام، ثم بدأت القصة كيف كان الحمل، ثم كيف كانت الولادة، ثم كيف برأها الله تبارك وتعالى، ويتكلم على طهارة
مريم عليها السلام. القرآن لما وصف السيدة مريم قال حتى عن لما كان يتكلم في معرض الكلام عن سيدنا عيسى قال وأمه صديقة، فوصفها بالصديقة. ثم بعد ذلك طبعا عانت السيدة مريم معاناة كبيرة في مواجهة قومها حينما رجعت بالمولود. الله سبحانه وتعالى أخبرها أنه إذا سألها أحد تقول إني نذرت للرحمن صوما. ثم عانها الله سبحانه وتعالى وساعدها بنطق هذا المولود حيث كانت المعجزة في بداية الأمر، وأنطقه الله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فكان هذا مثال واضح لإحساس رب العالمين بهذه المعاناة، فكان خطوة خطوة مع السيدة مريم عليها السلام. لم يكن تكريم القرآن لمريم بنت عمران تكريما عاديا، بل جعل لها صورة كاملة ذو 98 آية تروي قصتها، وهي الصورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة ويقرأها المسلمون والمسيحيون على حد سواء. طب هذه مريم في المسيحية في الإسلام في المسيحية يا أستاذ كمال القصة متشابهة جدا بالضرورة، ربما في تفاصيل مختلفة ولكن التشابه كبير. لا أنا كل اللي سمعته من مولانا ومن التقرير بيؤكد أنه ما ذكر أيضا في الإنجيل تقريبا بنفس التفاصيل دي، لأنه من ضمن الكلام اللي اتقال عليها أنها وأنت يجوز في نفسك سيف، أنت يجوز في نفسك سيف يعني الألم، وهي كانت تتابع ابنها في مراحل متعددة، وعندما يستهدفه اليهود من خلال أحباره ومن خلال الفريسيين والكتبة اللي هم علماء اليهودية في ذاك الوقت، كانت ترى ابنها يتعرض للمتاعب والضيقات، وقلب الأم هو قلب الأم يعني. لكن اللي أنا عاوز ألفت الأم عندها 13 سنة 13 سنة يعني بقى القصة يعني. ما هو برضو في العرق في الشرق هذا السن يمكن احنا في الفلاحين بنشوف حاجة قريبة من كده إلى حد كبير. لكن خدي بالك أنا عاوز أقف عند نقطة مريم والمصريين. أنا بتصور وكنا بنتكلم قبل ما نخش يعني أن مريم مصرية، ولعلك لو شفتي في مصر القديمة الصور الموجودة في الكنائس الأثرية الأيقونات يعني تجد الملامح ملامح فلاحة مصرية. والغريب أنه في الإخوة المسلمين يقولوا عنها ستنا مريم، والمسيحيين في الأحياء الشعبية وكذا وفي القرى يتكلموا عن الست العذراء. خدي بالك وإحنا بننطق الست العذراء بنحسش بتناقض، الست يعني متجوزة، الست العذراء. قد إيه المصريين كانوا شغوفين بهذه الشخصية لدرجة أني أكاد أجزم أن كل بيت مصري في بنت اسمها مريم. صحيح. وتنوعاتها يعني مريم المصريين أكثر من مريم المسيحيين في مصر بالظبط، ومسلمين كثيرة جدا. أستاذ أحمد هنا بقى فكرة مريم المصرية، مريم في تراثنا في أنا بنتي الكبيرة اسمها مريم فعلا وسميتها أنا في سجن الاستئناف أبو مريم أنا هتوقف عند بعض النقاط. النقطة الأولى أن المرتين الوحيدتين اللي تجسد فيهم جبريل مع مريم وسيدنا محمد، وهذا قد يلفت نظر البعض إلى أنه ما يحاول بعض السفهاء الحديث فيه في العقائد حولين فكرة التجسد. جبريل روح ربنا تجسد لمريم وتجسد أمام سيدنا محمد عندما دخل عليه رجل بهي الطلعة وسيم وسأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، فأجابه الرسول وكان رجل وسيم جدا وريحته زكية كان شبه واحد من قبيلة بني كلب. فالصحابة قالوا أهو دحية الكلبية؟ قال لا، إنه أخاكم جبريل جاء يعلمكم أصول دينكم. فالمرتين الوحيدتين اللتين تجسد فيهما روح الله لمريم ولسيدنا محمد، نخلص من دي. نقطة تانية إن الثلاث ستات الأوائل في تاريخ مصر، مش الستات الأوائل اللي عارفينهم، ثلاث ستات أوائل في تاريخ مصر اللي هم إيزيس والعذراء وأم هاشم والثلاثة طاهرين. يعني احنا رغم ان ام هاشم اتجوزت وخلفت بنقولش لها ام هاشم يا طاهرة. فالبتولية هنا ليست عذرية فقط عند المصريين، ولكن البتولية هي التضحية والفداء. ايزيس
شاهدة أوزوريس وهو يمزق ويوزع على أفرع النيل الـ42 فلملمت أشلاءه وتمددت إلى جوارها فحملت حملا معنويا في حورس الذي انتقم لأبيه ومن إله الشر. ومن دموعها جاء فيضان النيل. من دموع إذا شوف المرأة في حياة المصريين. العذراء شاهدت ابنها وهو يلبس تاج الشوك ويمشي حافيا على الشوك ويلكزه الكتبة والفريسيون عندما خرج أبناء فلسطين يقولون له هوشعنا هوشعنا أي خلصنا يا مخلص، فلكزوه وقالوا له أمرهم ليصمتوا، قال دعوهم فإن لم ينطق هؤلاء الآن فلسوف تنطق الحجارة يوما في أورشليم. ارجع لصورة الحجارة بقى. هذه العذراء التي شاهدت ابنها في الجلجلة وفي الصلب وفي في الموقف الرهيب تلتقي مع إيزيس في المحنة، ثم تأتي أم هاشم الطاهرة لأنها شاهدت أخاها الحسين وهو يذبح في كربلاء والسلالة تذبح في كربلاء، فصمدت وأصبحت عقيلة آل البيت وقادت المسيرة من كربلاء إلى دمشق حيث كان يزيد يجلس يحتسي وفي يده قضيب من معدن ووضعه في فم سيدنا الحسين فم الرأس، فهب أبو ذر وقال لقد شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هاتين الشفتين، وطافت الرأس إلى أن وصلت إلى عسقلان ومنها جاءت القاهرة. فتأتي أسطورة المصريين في أم الغلام، الحارة المشهورة في سيدنا الحسين، أن أم الغلام واحدة مسيحية كانت قاعدة بتخبز، وبعدين جاءت الرأس نزلت في حجرة فحطت ابنها في التنور عشان تحمي رأس سيدنا الحسين المكان اللي اتدفن فيه. هذا الربط في الوجدان المصري الذي لا أظن أن شعبا في الكرة الأرضية كلها من قديمها ووسطها وحديثها ومعاصرها قد استطاع أن يبني هذه الضفيرة. فنحن أمام حقيقتين، الحقيقة الأولى هي تجسد الروح القدس، تجسد روح الله في المرتين. المرة الثانية أو الملاحظة الثانية هي الربط بين الثلاثة. ثم استمرت العذراء في حياة المصريين فترة طويلة. وبالمناسبة إيزيس ذهبت إلى الجزيرة العربية فصارت العزة، نفس الفعل نفس. فإحنا أمام المرأة المصرية التي سادت محيطها أو سادت محيطها، يعني سادت المحيط كله من إيزيس للعذراء لأم هاشم والثلاثة المصريين بيتشفعوا بيهم. طب فكرة الشفاعة بقى مولانا، يعني فكرة ان احنا الستات المصريات يقولك ايه يا ام النور يا ستنا العذراء يا ام هاشم، وكأن يعني مريم زي ام هاشم زي سيدنا الحسين، لا فرق. احنا بنسمع المصريات بيطلبنا الشفاعة عند الأضرحة بكل الأسماء بما فيهم ستنا مريم. المصريات دائما دينهم اصيل في قلوبهم في نفوسهم في ضمائرهم، فبيتلمسوا رضوان الله سبحانه وتعالى. انما ستنا مريم متميزه عن الجميع ومتفوقه على الجميع، لان ربنا سبحانه وتعالى تولاها منذ ان كانت صغيره الى ان ولدت. لما ولدت ايضا تعاماها قومها، يا مريم وما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيه، واشارت الى صبي لسه وليد. وليد انت ازاي تعملي كده؟ ازاي تجيب ايام اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ رد سيدنا عيسى وقال لي اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فستنا مريم بتتميز على الجميع ان ربنا تولاها منذ ان كانت صغيره حتى ولدت سيدنا عيسى ابن مريم، وبعد ان ولدت سيدنا عيسى ايضا تولاها ليرفع عنها الاثم والافك والبهتان والزور والضلال، وتظل ستنا مريم الطاهرة العذراء تظل كذلك. طب هنتكلم على رحلة مريم إلى مصر لأنها مهمة جدا، هذه الرحلة الصعبة وإزاي إنها دخلت وراحت فين. بس خلونا نشوف هذا التقرير عن مريم والتراث المصري. يا
يمتلك المصريون بعقائدهم المختلفة حبا للسيدة مريم العذراء، تلك التي وحدت الناس على حبها، جمعتهم مسيحيين ومسلمين بكافة تقاليدهم وعاداتهم ومعتقداتهم، ليتبارك الجميع بها بطرق عديدة كالموالد الشعبية التي يحتفلون بها. الموالد المصرية بتجمع ملايين المصريين، بيبقوا مع بعض شعور داخلي محدش قال لهم روحوا ياكلوا ويشربوا ويناموا ويصلوا كل حاجة مع بعضهم، بيولعوا الشموع قدام أيقونة العذراء، هتلاقي واحدة راحة بتقدم لها نذر عشان كانت عايزة تنجب وأنجبت مثلا وتسمي بنتها مريم، أو تروح تطلب ده، أو اللي مريض، فهي ده تراث كبير جدا من الحضارة الفرعونية ما زال قائم. ويتغنى الناس في التراث الشعبي بأبيات وقصائد وترانيم تعبر عن حبهم للسيدة العذراء، يقولون فيها ما يظهر شعورهم تجاهها ما بين طلبا للمباركة وبين حبا وتقديرا. في شهر اسمه شهر كيهك، بيبقى شهر كامل كله مدايح للعذراء مريم، ما اكتفوش بالمدايح الرسمية، لا ابتدوا يحطوا كمان بصمتهم الخاصة، مثلا نقول احمر يا بلح اصفر يا ليمون، وبعدين يدخل في المديح وسباني حبك يا فخر الرطب، موسى رآك يا مريم عجب من عجب، والأكاليل تضوي واتجان ذهب، بيتعامل مع العذراء مريم بعلاقة حب كبير، فبيقول لها مثلا رشوا الورد يا صبايا، رشوا الورد مع الياسمين. تلك الروح الطاهرة التي أهديت من خير السماء لنقائها، أيقونة الصفاء، من أنجبت روح القدس مريم أم المسيح. سارة شلبي، هنا العاصمة. أستاذ كمال، وكأنها مصرية فعلا، يعني بتشعر، هل في اختلاف بين الطوائف المسيحية على كيف تذكر مريم، على قدسيتها، يعني الكاثوليك غير البروتستانت غير الأرثوذكس مثلا؟ لا، هو في اختلافات حوالين موقع مريم من الإيمان. فمثلا الكاثوليك بيدوها درجة أكتر في التقديس، هم الأكثر طبعا، يعني في تقديس مريم، يليهم الكنيسة الأرثوذكسية في مستوى العالم كله. الإنجليين لأنهم كانوا حركة ثورية في وقتهم، قبل 500 سنة، البروتستانت شافوا أنه هناك خطر ما على الإيمان بأن احنا نقدم حد غير شخص المسيح، فابتدوا بشكل يعني متعسف شوية إلى حد كبير بأنهم يقولوا لا، المسيح فقط. لكن في مصر هذا الأمر مش زي الغرب، مش في الكنيسة الإنجليزية أو البروتستانتية، لأنه الشعور المصري مختلف. وهنا عاوز أقف عند نقطة يمكن أثرها التعليقين المهمين اللي قالهم اخواتي، يعني انه احنا لدينا ما يقربنا كمصريين، لماذا لا نركز عليه؟ يعني لماذا نثير جدلا حول ما نختلف؟ يمكن احنا محتاجين بداية نقول الاسلام والمسيحية فيها اختلافات، ما فيش حد يقدر يقول ان هم متطابقين بدرجة 100%، لكن طبعا طول عمر الاختلافات موجودة، اشمعنا في هذا الجيل تحديدا اللي حصل انه بعدنا عن التقريب واتجهنا الى الضغط على بالضبط، لان مصر المستهدفة مش بس سياسيا، لكن مستهدفة كمان لانها قيمة في وسط يعني ضرة الشرق، تقدر تقولي الواحة اللي موجودة في وسط الصحراء هي مصر، وبالتالي عاوزين يفككوا هذه الواحة ويصحروها اذا جاز هذا التعبير. أنا أتمنى أنه ننطلق من نقطة العذراء مريم في إخراج خطاب جديد، مش بس خطاب ديني، خطاب ثقافي، لأنه أجيالنا الجديدة أنا ببقى صعبان عليها هذه الأجيال، وحضرتك لو فتحتي هذا الزائر اللي اقتحمنا اللي هو الفيسبوك والفضاء الافتراضي دوة، تتخضي. أنا مش عاوز أعمل فرق جيلي، لكن على الأقل هذا الجيل يعني بيطالبنا احنا
بان احنا نقول له نمسك بايده ونقول له تعالى اتفرج على مصر، مصر اللي مصرت المسيحيه. وانا اتصور ان مصر اللي مصرت الاسلام، لانه القران الكريم نزل في مكه لكنه قرئ في مصر، قرئ بالاصوات الرائعه اللي انا في الجامعه كنت بستمتع بيها، ولما ما كانش في تلفزيون كان لسه الاذاعه، كان 8 ونص 9 في نشره، 8 ونص لغايه 9 كان في القران، وكل يوم كان في شيخ. انا فاكر يعني كويس قوي. كان مين بقى؟ كان الشيخ محمد رفعت. حضرتك لما تستمعي للتلاوه المصريه ويشاء انك انت تستمعي للالحان الكنسيه، هتلاقي فيه، لا في حاجه ماسكه بين الاثنين، لا هي مسيحيه ولا هي اسلام، لكن هي فرعونيه الاصل، اللحن الفرعوني. هو انا طبعا مش مع حكايه فرعون دي بعد اذن كمال، يعني مصر القديمه، لانه فرعون ده اطلق على فرعون وهامان، اسامي اشخاص، لانه احنا هذه التسميه الهكسوسيه بتخلينا ده، لانه الفراعنه، وده جزء من التفرقه على فكره، يعني الفراعنه كلمه فرعون ملعونه في القران اكثر من في الثلث الاولاني اللي هو الثلث اللي بيتكلم عن بني اسرائيل وفرعون. فنحن حضاره مصريه قديمه، ملوك مصر القديمه، مفيش اي متن مصري قديم فيك حكايه فرعون، وحفوتها دي مع بعض يعني. اللي عايز اقوله انه القاسم المشترك الاعظم هو التصوف والرهبنه. يعني نحن الذين اهدينا للبشريه الرهبنه، انطون وبخوم وبولا، الرهبنه المتوحده، الرهبنه المنظمه، وجات اوروبا بعد كده خلت مننا الرهبنه. مع الرهبنه، ولو جينا خدنا الجنيد المصري وخدنا ائمه التصوف في مصر، سوف نجد ان هناك علاقه رابطه جدا بين الرهبنه وبين التصوف. بس لم يكونوا رهبانا. لا، لم يكونوا رهبانا طبعا، ولكن عايز اقول الانقطاع عن العباده. يعني اللي عايز اوصل له ايه؟ انه في حكايه الترانيم، لما بسمع مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وبروح الكنيسه بسمع كيرا ليسون، او بسمع موسيقى جلال الدين الرومي، كانني في قاعه كنيسه، وازعم ان انا ابن الكنيسه منذ سنوات طويله، يعني عندي نشاط كنسي منذ يعني 20-25 سنة. اللي عايز اوصل له برضو انه العذراء كانت ملهمة لكبار الفنانين. يعني كنت في اللوفر قريب، فلقيت اللوحة الشهيرة بتاعت انجلو اللي فيها اليصابات، اللي هي ام يوحنا حامل، وام اليصابات بتسجد لمن في بطن مريم، واليصابات اللي هي اليزابيث مرات زكريا قالت لها من في بطن يسجد لمن في بطن. فكان الالهام لكبار الفنانين من انجلو لدافنشي لرافائيل. فانت امام شيء ليس فقط ديني، ولكنه ملهم للعقل الانساني وللروح الانسانيه. لما بقول رهبنه وتصوف، مش معناها يعني لذلك لما القران اتكلم ذلك ان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، هناك الناحيه الثانيه. ففكره نبذ الرهبنه لانها مرتبطه بعدم الاستكبار، في القران اعطاها حقها بانهم لا يستكبرون. وفي آيات أخرى يتكلم عن المسارعة في الخيرات، المسارعة في الخيرات، ويسارعون في الخير، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. خلي بالك ما فيش إشارة للإسلام، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. هم أهم حاجة أنه يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وأولئك من الصالحين. وفكرة المسارعة في الخيرات، العذراء شفيعتي الجميلة أم النور تدفع باستمرار للمسارعة في الخير، وكل مكان ارتبط باسم العذراء في جبل الطير أو في أي حتة هتلاقي تدفق للخير. فخلينا زي ما قال صديقي أستاذي كمال زاخر، أنه لماذا لا ننزع من كل فئة من يسعى إلى الشر، ونؤكد من يسارع في الخيرات ويسعى الى الخير، مقتديا بهؤلاء القديسين الاطهار واولئك الاولياء المكشوف عنهم الحجاب. صح. انا لازم اخرج فاصل، بس هي فكره مهمه جدا، فكره ان احنا نركز على ما يجمعنا وننبذ ما يفرقنا. اللي بيفرقنا يعني لو قعدنا في اللي بيفرقنا هنقعد كتير، لكن في النهايه هنغرق فيه، لكن ما يجمعنا اكثر. خلونا نخرج فاصل، لكن قبل الفاصل نشوف هذا التقرير عن مريم في الطوائف الثلاث، طوائف المسيحيه الثلاث كيف اختلفت، وفاصل ونرجع.
هي أعظم من كرم الله من نساء العالمين، حتى وإن اختلفوا على مدى قدسيتها فلا ينكر أحد مسلما كان أو مسيحيا طهارتها، إنها أم النور أو مريم البتول. منذ أكثر من 2000 عام كان الميلاد الروحي للسيد المسيح من أمه السيدة مريم العذراء، التي تتفاوت مكانتها نوعا ما بين طوائف الكنائس الثلاث، الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية تقدم إكراما كبيرا وساميا للسيدة العذراء والدة المسيح الكلمة. ده منذ قديم الزمان، لأن المسيح نفسه كرمها أمه، ويعني يستجيب لشفاعتها، ومن اعتبرها أعظم من كل القديسين ومن كل الشهداء. الكنيسة الكاثوليكية بتقول إن العذراء أم النور نفسها اتولد بنفس الطريقة اللي اتولد بيها إيه السيد المسيح له المجد، يعني بدون زرع بشر. لكن إحنا نؤمن تمام إن العذراء أم النور إنسانة محتاجة الخلاص، وإحنا مسميها ثيوتيكوس، يعني والدة الإله. بنحب السيدة العذراء جدا، احنا بنوجلها جدا، لكن احنا لا نؤمن انها والدة الاله، فاحنا بنؤمن انها ام الانسان الكامل يسوع المسيح. كلمة ام الله ولدت المسيح، ونحن نؤمن بان المسيح هو كلمة الله، فاذا هي ام كلمة الله الذي بنعتبره الكلمة هي الله والله هو الكلمة. ولدت مريم العذراء يتيمة الأب بعد أن توفى والدها وهي في بطن أمها، إلى أن بشرت وهي تعتكف داخل محرابها في بيت المقدس بمولد السيد المسيح. إيماننا أن احنا لا نتشفع كمصلحين أو كإنجيليين، احنا ليس لدينا شفاعة بالقديسين أو بالرسل، ولا نؤمن أيضا أن احنا نصلي لهم. احنا برضو الصلاة لشخص الله، والشفاعة في شخص المسيح. الإيمان ليس متوقفا على ناحية واحدة، إكرام العذراء، إكرام سر القربان المقدس، شفاعة القديسين، كل هذه الأمور وسائل لتقوية الحياة الروحية. المسيحي مسيحي حتى لو لم يمارس هذه العبادات أو هذه الإكرام، هذا الإكرام للقديسين. وتبقى السيدة مريم العذراء أيقونة محبة وإجلال في قلوبنا جميعا حتى وإن اختلفت عقائدنا. خالد جمال، هنا العاصمة. Oh.